مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابح، شهدت اليوم محافظة المنوفية حادثة بشعة من نوعها، وذلك عندما لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، وبالتحديد أمام قرية بي العرب التابعة لمركز البغور بمحافظة المنوفية، حيث تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية اختارا من مأمور مركز شرطة البغور يفيد من وقوع حادث تصادم ووجود متوفيين ومصابين. على الفور انتقلت القوات الأمنية إلى المكان، تبين وجود 3 وفيات بينهم شقيقتان عمر 17 و 18 سنة وطفلة أخرى 17 سنة وإصابة 6 أشخاص آخرين معظمهم مقيمين بمحافظة الأليوبية. على الفور تم إبلاغ الدكتور محمد سعدية مدير عام مرفق الإسعاف في محافظة المنوفية تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مشرف قطاع الإسعاف بقطاع وسط الدلتا، وتم الدفع بأكثر من 9 سيارات من الإسعاف، وتم نقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفى البغور العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأقدرت النيابة العامة لمباشرة التحيات. بنذكر السادة مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع أن محافظة المنوفية شهدت اليوم حادثة كبيرة، حادث تصادم كبير راح على إسراء 3 أطفال وأصيب 6 أشخاص آخرين. هسترجع تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية اختارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة البغور يفيد من وقوع حادث تصادم ووجود متوفيين ومصابين. على الفور انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث بقرية بي العرب التابعة بمركز البغور بمحافظة المنوفية، وتبين مصرع 3 أطفال بينهم شقيقتان وأخرى وإصابة 6 أشخاص آخرين من معظمهم من مركز شبين القناطر بمحافظة الأليوبية. على الفور تم الدفع ب9 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف المنوفية وتحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام مرفق الإسعاف بوسط الدلتا، وتم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى البغور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتقوم النيابة العامة بإنهاء الإغراض وتسليم تصاريح الدفن لأهالي المتوفيين. كما أكد مصدر صحي بمديرية صحة المنوفية أن الإصابات تتراوح بين كسور وسجحات وكدمات وجروح بالرأس. نذكر السادة مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع ان محافظة المنوفية شهدت حادث تصادم بشع اليوم راح على إسره 3 أطفال بينهم شقيقتان وطفلة أخرى، وذلك إسر تصادم سيارة أجرى بأخرى نصف نقل. على الفور ترجح تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية اختارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة البغور يفيد من وقوع حادث تصادم ووجود متوفيين ومصابين. على الفور انتقلت قوات أمنية تحت إشراف اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أطفال بينهم شقيقتان وأخرى أعمارهم تتراوح من 17 و18 و16 عام، وتم نقل المصابين الآخرين إلى وتم الدفع ب9 سيارات من الإسعاف تحت إشراف اللواء سالم تحت إشراف الدكتور محمد سعدية مدير عام مرفق الإسعاف المنوفية، وتحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد
مدير عام مرفأ الإسعاف في وسط الدلتا، و تم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الباجور العام، وتم تحرير محضر بالواقع، واقترت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي تقوم بإنهاء كافة الإجراءات لتسليم جسامين لذويهم لدفنهم بمقابر العائلة بمركز شبين القناطر بمحافظة القلوبية. بنذكر السادة مشاهدينا ومتابعينا عبر التلفزيون اليوم السابع ان محافظة المنوفية شهدت اليوم حادث مأساوي، وذلك اسرى مسرح 3 اطفال واصابت 6 اشخاص اخرين، وذلك اسرى وقوع حادث تصادم على طريق الاقليمي في محافظة المنوفية. حيث تلقى اللواء سالم الدميني مدير امن المنوفية اختارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد من مسرح 3 اطفال واصابة ستة اشخاص اخرين، وذلك اسرى تصادم بين سيارة سوزوكي و اخرى نصف نقل. على الفور تم دفع 9 سيارات من الاسعاف، وتم نقل المصابين والمتوفين الى مستشفى الباجور العام، وتم تحرير محضر بالواقع، واقترت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتجرى الان انهاء كافة الاجراءات لتسليم الجسامين لذويهم. كما اكد مصدر بمديرية صحة المنوفية ان الاصابات تتراوح بين قصور في الساق و القدم وسجحات وكدمات وجروح في الرأس. مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع، كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع محافظة المنوفية. دمتم في أمان الله ورعايته.